في كل الأحوال الإرهاب إذن يضرب تونس من جديد، وقبل انفجار حافلة للأمن الرئاسي عرفت تونس عدة اعتداءات دامية نكتشفها في تقرير كريم علي لوش. في أول هجوم إرهابي تعرفه العاصمة التونسية منذ هجمات متحف باردو شهر جانفي 2015، وقع تفجير داخل حافلة للأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس. كانت الحافلة الصغيرة المستهدفة ساعة انفجارها متوقفة بنقطة تجمع أعوان الأمن الرئاسي، هي نقطة معروفة وسط العاصمة التونسية وبالتحديد أمام المقر السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. الانفجار وقع على بعد أمتار من وزارة السياحة ووزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة. هرع الأمن إلى تطويق محيط الانفجار وسط العاصمة، فيما سارعت سيارات الإسعاف إلى نقل الضحايا للمستشفيات. وتضاربت المعلومات حول حصيلة التفجير، حيث تراوحت بين 11 و14 قتيلاً، في حين تضاربت الأنباء حول سبب التفجير وأسلوبه، حيث ذكر موقع إخباري أن الانفجار تسبب فيه انتحاري فجر نفسه داخل الحافلة. وأفادت مصادر أمنية أن الحافلة ربما تكون اصطدمت بلغم أرضي. تونس التي لا تزال تعرف نشاطاً إرهابياً مكثفاً، حذرت سلطاتها مؤخراً من مخططات إجرامية واغتيالات تستهدف مسؤولين كبار، على غرار الرئيس السابق المنصف المرزوقي، خصوصاً وأن الأمن التونسي أكد منذ فترة على وجود خلايا إرهابية منتشرة في كامل البلاد، ليتفاجأ التونسيون بأمسية دموية عنوانها استهداف حافلة للأمن الرئاسي في قلب العاصمة تونس. وعن الموضوع نربط الاتصال مباشرة مع زيد يفتيس موفد جريدة النهار إلى تونس. أهلا بك زيدي. أهلا زميلتي. زيدي، ما الجديد حول الهجوم على تونس؟ هناك حديث أو الرئيس التونسي البجي قايد السبسي صرح عن حالة طوارئ لمدة 30 يوما وعن حظر التجوال. نعم، الجديد في الحادث الإرهابي يعني ما زالت يعني إجراءات أمنية مشددة حول مكان الحادث، منع حتى وسائل الإعلام من الاقتراب من مكان الحادث. المعلومة يعني هناك تضارب في المعلومات حول يعني أسباب الحادث، فهناك من يقول أنه كان لغم زرع في الحافلة التي كانت تقل عناصر الأمن الرئاسي التونسي، وهناك من يقول أيضا حسب يعني شهود عيان أنه هجوم انتحاري من أحد الانتحاريين الذين كان مدجج بحزام ناري. نعم زيدي، وهل لكن زميلتي ليست هناك أي معلومة رسمية لحد الآن حول الأسباب الحقيقية للحادث. وفيما يخص عدد الضحايا زيدي؟ بالنسبة لعدد الضحايا يعني تصريح رسمي من الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، هناك يعني 14 قاتل و أكثر من 17 جريح. طيب زيدي، على اعتبار أن الرئيس التونسي البجي قايد السبسي أعلن عن إمكانية فرض ربما حالة طوارئ تدوم 30 يوم مع حظر للتجوال من 9 ليلا إلى 5 صباحا، كيف استقبل الشارع التونسي هذا الخبر؟ كما قلت لك سابقا يعني زميلي ناصر، يعني هناك حالة خوف وفزع وسط الشارع التونسي. يعني قلت لك يعني الطريق مقطوعة إلى مكان الحادث، إجراءات أمنية مشددة جدا بمحيط الحادث القريب يعني من الحزب السابق للرئيس. نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا أخي. شكرا زيدي، في انتظار أن نربط الاتصال بك في مواعيد إخبارية لاحقة.